أهلا وسهلا أعزائي في حلقة جديدة من سلسلة دروس تعلم برنامج ديال البرمجة اللي هو سكراتش. اليوم حلقة خاصة، صوبت واحد الجو وخد شوية الوقت أنا باش ما نضيعوش الوقت وداك شي. غادي نوريكم الجو كيفاش داير وغنوريكم كلكو زيتاب اللي درتهم، وان شاء الله غادي تلقاو اللين ديال التيليشارجمون لتحت في لا ديسكريبسيون. اذا نبداو، الجو هذا سميتو فيش فيدر، يعني واحد الجو لعبه كتعتمد انك تطعم واحد السمك ولا سمكات ولا شنو هو. اون فوا كتكليكي في لا سين كيهبط واحد البسكوي، صوبتو هنا وهذا سميتو انا بونوس. الى وقع مثلا كوليزيون ما بينه هو ما بين هاد الحوته هادي، هاد لوبجي اللي هو فيش، غادي يلفا ديسباريتر وغيتزادك شويه في السكور واحد. ويلا كملتي 10 في السكور، اشاك فوا فاش كتكمل 10 غادي تبدل لها الحوته، غيتبدل لها اللون وغتزاد واحد شي شويه في الحجم. وشنو اخر ثاني؟ البسكوي عاوتاني الى نزل وما قربتش لي الحوته كيبقى واحد 2 سكوند ولا شنو هو وتيغبر عاوتاني. اذا فرجه ممتعه. غادي نبداو، غادي نجربو هادي غنشوف. درت هاد سميتو، لاحظوا هنا فوالا، هي هادي واحد جوج صافي مشات. دابا هنا المشكل هو كيفاش غادي توكل هاد الحوت هادي. ها مزيان، ها جوج، ها ثلاثة، ايوا صافي. أربعة، خمسة، زيد. فوالا ها اللون تبدل وشويه تزادت في الحجم. فوالا 11، زيد. فوالا 12، 13، 14، 15، 16، 17، اجينا 18، 19، 20. فوالا كيبان لكم بان تزاد في الحجم وتبدل الكولور. كنتمنى ان هاد الجو هذا يروقكم ويعجبكم. الا عندو شي اقتراحات اخرين، مثلا دي بونيس اخرين ولا هذا، ما كاين حتى شي مشكل. ديجا انا عندي شي حاجه، القضيه ديال مثلا جو فو بروبوز داجوتي دوطرو بواسون. مثلا يولي عندك جوج ديال الحوتات ولا اكثر، غادي يولي منظر في شكل اخر. مثلا نقدروا نجربوا هذا بانيت، نجربو هدا مانيت. الوغ يسوفي دو دوبليكي، كليكيو هنا دوبليكي، نجيبو هادي مثلا هنا، نبعدو هادي هنا، وغادي نشوف واش كاين. شنو خرت ثاني فكرت فيه قبيلة؟ المهم نبداو بهادي، شوفو هدا وغنشوفو. لاحظتو ان اللوان والحجم وكلشي كيتبدل كيرجعو كيما كانو في اللول. عما جوج مبغاوش ياك اللوان. يلاه غنشوف. فوالا خودي سنتي،
تيان بحال هادي واقيلا ما كت ممكن ما عندها والو. فوالا شي هذا هو المشكل. علاش هادي كتاخد لهنا وهادي لا ما كتاخدش؟ علاش باوي حيت ما درناهاش في لي كوموند. المهم حنا بغينا نشوف غير واش غادي غالبا غادي يكبروا بجوج. لا ما غاديش يكبروا بجوج. شوف فوالا يا الله شوف فوالا هادي تبدل. اذا يجب اننا نعاودو نبدلو لي كوموند نكوبيو هادوك لي كوموند اللي كاينين في الاخرى ونديروهم لهادي. اذا نشوفو هنا نشوفو هنا اش كاين. الوغ اوبجي ان شوف شحال ديال لي كوموند. شوف شحال ديال لي كوموند. الوغ اش عندنا كونتور كذا كذا. دابا خصنا نزيدو كونتور اخر كونتور اخر. اذا غادي نقدروا نديروا شي فيديو اخر. المهم خليكم غير في حوته وحده وصافي هذا ما كان حيت خاصي تزاد ان اوتر كونتور. خاصكم تفهموا عاوتاني. اذا اش داير انا صوبت اسيدي 3 فاريابل. لي فاريابل سون الاولى كونتور الثانيه سكور والثالثه اون اوف ديال الكليك. الكونتور شنو هو؟ هو انه بالاضافه للكونتور اللي هو السكور هو راه سان كونتور السكور تيتافيش هنا والاخرين ما افيشيهمش. هما هادو شتو ما افيشيهمش يعني دوكا اون فوا تنكليكي نورمالمون ولا كليكيت هنا اون فوا تنكليكي كيتبدل هاد كليك اون اوف تيولي واحد ويلا ولا واحد كيدير واحد اون سيغتان كوموند. فاش كتمشي ديك سميتو كيمشي داك البيسكويتي غبر عاوتاني كيرجع زيرو. فاش كيرجع زيرو تيعاود تاني خلينا نعاودو نكليكيو يعني نقدرو نعطيو ان اوتخو بيسكوي اللي هو هذا. لي كوموند غالبا كاينين في هاد بيسكوي بزاف كاع عامر بزاف عامر بزاف. فوالا مثلا هادي كاين مثلا القضية ديال الكونتور. الكونتور لاش مديور الكونتور؟ الكونتور اسيدي مديور اون فوا نوصلو 10 يعني غالبا غيكون في الفيش ولا في البيسكوي في الفيش. اون فوا نوصلو 10 ها هو à chaque fois qu'on dépasse 9 يعني 10 لو كونتور يرجع يعني لو في كل مره غادي يرجع غيولي 0 يوصل 10 يرجع 0 يوصل 10 يرجع 0. اذا فيما يوصل 10 ديال لي بيسكوي الحوته غادي تلون يعني elle va prendre une autre couleur elle va grandir si on veut غادي تبدل لها شويه لا طاي elle va augmenter de taille. هذا هو البرينسيپ ديال 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 هذا الجو. المهم خليكم نتوما تحاولوا كيفاش تموديفيو هذاك الكود باش يخدم مع جوج ديال السمكات. الى هنا تنتهي هذه الحلقه هذه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم.